أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى آخر أخبار الصحف المحلية والعربية والعالمية من طبعة اليوم. نبدأ جولتنا في الصحف المحلية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، وبداية الجولة في الصحف المحلية من جريدة الصباح، ونطالع أبرز ما عنونته في صفحتها الأولى لهذا اليوم. مياه الأمطار تدفع الحكومة إلى حالة الاستنفار، وزير الصحة: الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة. المالية النيابية: الحكومة قد تلجأ إلى تخفيض مخصصات الموظفين. والأمن النيابية تنفي وجود سجناء سياسيين. علاء عباس يلتحق بفريقه البرتغالي الأسبوع الحالي. ومن جريدة الصباح ننتقل إلى جريدة الزمان، ونطالع أبرز ما نشرته لهذا اليوم. تقليص مدة إعفاء شراء الغاز والكهرباء من إيران. البغداديون يستفيقون على أزقة غارقة وفيضانات تغمر الشوارع وتدهم المنازل. الزراعة النيابية: سنعمل على تثبيت عقود وزارتي الزراعة والموارد. كلاسيكو الوطن بين قطبي الكرة العراقية: النوارس والصقور. مشاهدينا، أما آخر الصحف المحلية فهي صحيفة الدستور، ونطالع أبرز العناوين فيها. الداخلية: تسلم الملف الأمني داخل المدن يتطلب العديد من الإجراءات. كورونا: انخفاض ملحوظ بالإصابات لعزوف المواطنين عن الفحص. ناجيات من النزاعات المسلحة: تحولنا إلى مدافعات عن حقوق الإنسان. آخر العناوين في الصحف المحلية: قطار الدوري يعاود الدوران. مشاهدينا، إليكم أبرز المقالات في الصحف المحلية بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. ننتظر حلولا لا بكاء، عنوان مقال نشر على صحيفة الصباح لكاتبه علاء الحطاب، ومما جاء فيه نتابع. الشعب ينتظر ممن أوكل إليهم مهمة إدارة شؤونه أن يجدوا حلا لمشكلاته وأزماته، ولا ينتظر منهم أن يتركوا مواقعهم وتكليفهم ويمارسوا دور المواطن المشتكي والمتظاهر والمنتقد لغياب ما يريده من خدمات وحاجيات. وجدت السلطة لتعمل، لتفكر، لتنتج، لتؤدي وظائفها، ولم توجد كي تنضم إلى طابور المشتكين والمحتاجين للخدمات التي يجب أن توفر لهم. وختم الكاتب المقال: علينا كنخب وأصحاب رأي عام أن نساهم كل من موقعه ودوره ومسؤوليته في إنقاذ البلد، للاستمرار بالبكاء والنحيب. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن أبرز ما تناولته الصحف المحلية لهذا اليوم، ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف دكتور علي الفواز، رئيس تحرير جريدة الصباح. أهلا ومرحبا بك دكتور علي في طبعة اليوم. يعني نبدأ معكم بالأضرار التي تستمر، العاصمة بغداد بتسجيلها وآخرها غرق أغلب مناطقها نتيجة الأمطار، ما تعليقكم عليها؟ السلام عليكم أولا. أهلا يعني بك. يعني هذه ليست المرة الأولى التي تعرض بغداد إلى غرق بهذه الطريقة يعني المؤلمة، وهذه الطريقة التي تؤشر حجم الفساد وحجم العشوائية وقلة الاهتمام، وأحيانا حتى ضعف الضمير عند الكثير من المسؤولين الذين يتصدون لهذه الميزانيات التجارية منذ 17 سنة لم تستطع أن تضع معالجة حقيقية، أو ربما لم تؤشر بشكل حقيقي على جوهر المشكلة. صحيح أن بغداد فيها الكثير الآن من العشوائيات، وفيها الكثير من التضخم، وفيها الكثير من التجاوز على التصميم الأساسي للمدينة، لكن بتقديري هذا لا يعني مسؤولية الأخلاقية ولا الوطنية ولا المسؤولية الفنية
من أن يتصدون لهكذا ظاهرة تتكرر كل عام. يعني بغداد تغرق خلال نصف ساعة، يعني هذا مؤشر خطر على طبيعة الإهمال وعلى طبيعة الضعف في إدارة هذا البلد. دكتور علي، يعني كما ذكرت موازنات انفجارية كما يطلق عليها في السنين الماضية، وبالنتيجة هذا حال العاصمة مع أول زخة مطر. برأيك ما الحلول التي من الممكن اتباعها لتخفيف هذه الأضرار، يعني خصوصا مع الضائقة المالية التي يمر بها العراق في الوقت الراهن؟ قبل أن تكون القضية قضية مالية، هي قضية تخطيط وقضية إيجاد يعني المسؤولين أو جاد الناس الفنيين أو المعنيين الذين يعرفون أولاً التصميم الأساسي لمدينة بغداد. مدينة بغداد حينما صممت يعني بالعشرينات صممت مثل أي مدينة حديثة بالعالم، فيها نظام مجاري جيد، فيها نظام خدمات جيد. فأعتقد أنها الاتيان بالناس الذين يعرفون خارطة التصميم الأساسي لبغداد، وبالتالي يعرفون حجم العشوائيات وحجم التجاوزات الذي صار على التصميم الأساسي. هذا التخطيط الجيد والتنظيم الجيد هو الذي يمهد أو هو الذي يسبق وضع الأموال. يعني القضية ليست أنك تضع مليارات من الدنانير أو تسلمها لناس غير مدركين لخطورة ذلك، وبالتالي نذهب إلى حلول تقنية. فبتقديري أن التخطيط أولا، تأشير المشكلة مكامن الخطأ وين، تسليم الملف إلى ناس اختصاصيين، ناس اختصاصيين يدركون قيمة بغداد ويدركون ويعرفون مكامن الخطأ وين، وبالتالي تبقى الأموال وتبقى المعالجات. هذه قضية أعتقد قضية كلش يعني قضية طبيعية جدا أنك تخطط وتمكن، فإذا لم يتوفر التخطيط التمكين سيكون ضعيف وغير ناجز وغير فعال. دكتور، في شأن آخر وفيما يخص قانون الجرائم الإلكترونية، رؤيتكم حول هذا القانون وهل لديكم ملاحظات حوله؟ يعني هذا القانون هو حقيقة قانون ملتبس، يعني في صياغته، في طبيعته، في الإصدار، في التوقيت. يعني صحيح أننا نحتاج إلى مثل هكذا قوانين، لكن تطبيق مثل هذه القوانين في مثل هذه الظروف قد يبدو صعب، لأنه حتما سيستغل من قبل البعض، وبالتالي سيكون ضغط كبير على حرية التعبير، سيكون ضغط كبير أو يستخدم لأغراض سياسية ولأغراض أخرى. أعتقد أن في العالم يعني هناك دول في العالم لديها تجارب مهمة هو أن تجاوز ما بين القانون وما بين الحقوق. يعني حينما نتحدث عن يعني عن القوانين الضابطة، القوانين التي يعني تمنع التجاوز، تمنع الابتزاز، تمنع إيذاء الناس بشكل صحيح، واستغلال المنصات الإلكترونية أو الفضاءات الإلكترونية لاستغلال العالم والتجاوز. لكن بتقديري أن أيضا حرية الناس، حقوق الناس ينبغي أن تصل. فأعتقد أن هذا القانون بحاجة إلى إنضاج، بحاجة إلى قراءة يعني عميقة حتى يمكن أن يكون وقت مناسب وفعل مناسب وتأثير مناسب. طيب دكتور، هل تعتقد أن الخلاف بين المؤيدين والرافضين للقانون خلاف قانوني مهني أم سياسي؟ وكيف يمكن التنسيق بين الطرفين؟ الخلاف السياسي هو يعني له جنبة كبيرة، لكن تبقى أيضا الخلافات المهنية والخلافات القانونية أو زوايا نظر القراءة. يعني هناك من يقرأه من زاوية معينة، من زاوية مهنية، من زاوية قانونية، ومن زاوية ثقافية. بمناسبة أنه هذا القانون وفي جبهة ثقافية مهمة ينبغي أن تقرأ وينبغي أن تدرس بشكل عميق، لأنه يتعلق بالحريات، يتعلق لا سيما أننا نعيش في عالم رقمي، يعني عالم إلكتروني. وأعتقد وضع الحواجز ووضع المصدات على الممارسات أو التمتع بهذه الحقوق الرقمية أيضا سيخلق مشكلة ثقافية. فأعتقد القضية يعني كما قلت فيها جنبة سياسية وفيها جنبة ثقافية، لكن بتقديري أن الصراع السياسي ما بين الكتل السياسية قد يكون هو واحد من المسارات العالية الصوت أمام هذا القانون. طيب دكتور، يعني هل يمكن إرضاء الطرفين بما يضمن يعني تمرير هذا القانون بالصورة الممكنة؟ ممكن جدا، يعني حينما يعني توضع كما قلت تقرأ التجارب المهمة، توضع الصياغة القانونية وتوضع الصياغة الحقوقية،
وايضا هناك مرونه في التعاطي مع مع يعني القضيه حينما نقول ان لا يتجاوز على الحقوق العامه. احيانا المفردات تحتاج الى الوحده تحتاج الى تفسير. حينما نقول الحقوق العامه ما الذي نعني بالحقوق العامه؟ ما الذي نعني بكذا مصطلح؟ اعتقد ايضا توصيف المصطلحات، توصيف المفاهيم وضعها في سياق صحيح واحده من المشكلات الكبيره التي تحتاج الى تفسير. يعني حتى لا نقع في العموميات ينبغي للمشرعين، ينبغي لواضعي القانون، وبالتالي يجب حتى على النواب باعتبارهم هم مرجعية سياسية وليس مرجعية قانونية ولا مرجعية ثقافية ولا مرجعية ميدانية، ينبغي أن تكون القضية واضحة حتى يمكن يعني التعاطي معها بمسؤولية، وبالتالي سنضمن الحق القانوني والمقابل سنضمن الحق الثقافي للناس. نعم، رئيس تحرير جريدة الصباح علي الفواز، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. مشاهدينا، أبرز ما تناولته الصحف العربية والعالمية بعد هذا الفاصل. نبدأ جولتنا في الصحف العربية والعالمية من صحيفة الأهرام المصرية، ومنها أمريكا تقترب من 12 مليون إصابة بفيروس كورونا. من المتوقع سفر الملايين في الولايات المتحدة لقضاء عطلة عيد الشكر، متجاهلين تحذيرات خبراء الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي توشك فيه البلاد على تجاوز عدد حالات العدوى 12 مليون إصابة. وذكرت بيانات إدارة سلامة النقل أن أكثر من مليون فرد سافروا عبر مطارات أمريكية يوم الجمعة. وإلى الدستور الأردنية، وقد نشرت الملك سلمان يصرح مجموعة العشرين أثبتت قدرتها في تخفيف آثار جائحة كورونا في العالم. أعرب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن سعادة المملكة باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، ونوه على قوة المجموعة وقدرتها على تضافر الجهود لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم. وأكد العاهل السعودي أن مسؤولية بلاده كانت وستظل هي المضي قدما نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار. ومن الاتحاد الإماراتي نقرأ هروب جماعي ل 69 سجينا في لبنان. طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي التشدد في البحث عن السجناء الفارين والقبض عليهم. وأجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية الذي أطلعه على تفاصيل فرار عدد من السجناء من سجن بعبدا بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. ونشرت صحيفة القبس الكويتية القيادة الأمريكية الوسطى تصرح نشر قاذفات B-52 في الشرق الأوسط. ذكرت القيادة الأمريكية الوسطى أمس أنها نشرت قاذفات B-52 في الشرق الأوسط، وأوضحت القيادة الأمريكية الوسطى في بيان لها إن نشر قاذفات B-52 يهدف إلى ردع أي اعتداء ولطمأنة الحلفاء. ونقل عن 4 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم إن ترامب ناقش الأمر مع مستشاري في اجتماع بالمكتب البيضاوي بعد يوم من إعلان المفتشين الدوليين رصد زيادة معتبرة في مخزون إيران النووي. مشاهدينا، وننتقل وإياكم إلى الصحافة العالمية، وفيها من صحيفة الاندبندنت نطالع بريطانيا وكندا توقعان اتفاقية تجارية بينهما. وقعت بريطانيا وكندا اتفاقية تجارية مؤقتة بينهما، تهدف كلتا الدولتين بهذه الاتفاقية إلى ضمان استمرارية علاقاتهما الاقتصادية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية من البريكسيت في غضون 6 أسابيع. وأعلنت وزارة التجارة الدولية في لندن أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الكندي جاستن ترودو أبرما الاتفاقية أمس السبت خلال مكالمة بالفيديو.
أما صحيفة واشنطن بوست ومنها ترامب يغادر اجتماعات قمة العشرين ويتوجه لملعب غولف. توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ملعب الغولف بعد أن غادر قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي تجري فعاليتها عبر الإنترنت وفقا لما ذكره صحفيون مرافقون لها. غادر ترامب البيت الأبيض بعدما أمضى أقل من ساعتين في مناقشات مع قادة العالم الآخرين في اليوم الأول للمؤتمر الذي تستضيفه السعودية افتراضيا ويستغرق يومين. ومن الصحف العالمية أيضا صحيفة ديلي ميل ومنها الحكومة الإسبانية تطلق حملة دبلوماسية لحل أزمة الهجرة. تقوم الحكومة الإسبانية بحملة دبلوماسية لحل أزمة الهجرة التي تتكشف في جزر الكناري، حيث من المتوقع أن تتوجه وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا إلى السنغال أمس السبت لمناقشة الأمر. وأفادت تقارير إعلامية بأن أرانشا غونزاليس لايا ستتفاوض مع الحكومة السنغالية بشأن تدابير الإسراع من وتيرة ترحيل المهاجرين إلى بلادهم وتصعيب أمر مغادرتهم البلاد بشكل غير قانوني. والختام في العالمية من صحيفة ذا تلغراف ومنها مظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مخطط له. مشاهدينا أبرز الأخبار في الشأن الاقتصادي والبداية من موقع سكاي نيوز عربية ونقرأ روسيا تمدد الحظر المفروض على المنتجات الغربية. مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من يوم السبت حتى نهاية 2021 الحظر المفروض على المنتجات الغذائية الغربية الذي فرض في 2014 ردا على العقوبات التي فرضها الأمريكيون والأوروبيون ضد موسكو لدورها في الأزمة الأوكرانية. وتشمل هذه الإجراءات التي اتخذت في أغسطس 2014 معظم المنتجات الغذائية من البلدان التي تفرض عقوبات على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم. وفي الشأن الاقتصادي أيضا ومن الصحيفة الاقتصادية نطالع البطالة في دول العشرين جنوب أفريقيا وتركيا الأعلى واليابان وكوريا الأقل. صدرت جنوب أفريقيا وتركيا أعلى معدلات البطالة في دول مجموعة العشرين بنهاية الربع الثاني ب 23.3% و 13.4% على التوالي، بينما سجلت اليابان وكوريا الجنوبية أفضل المعدلات ب 2.8% و 3.2% على الترتيب. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية جاءت السعودية في وسط القائمة محتلة المرتبة التاسعة بمعدل بطالة للسكان سعوديين وغير سعوديين عند 9% بنهاية الربع الثاني. وإلى أخبار التكنولوجيا وعلى صفحة العلوم والتكنولوجيا نقرأ في جريدة في صحيفة اليوم السابع نقرأ بريطانيا تستعين بكاميرات الهواتف الذكية لتشخيص الأمراض. بدأت بريطانيا في استخدام كاميرات الهواتف الذكية لتشخيص بعض الأمراض في ظل اعتمادها على استخدام التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن التطبيقات التكنولوجية الصحية الجديدة ستحول الهاتف لأجهزة طبية متنقلة تعمل على توفير احتياجات الأشخاص الطبية، خاصة في ظل حالة الإغلاق التي تعيشها البلاد بعد تفاقم حدة جائحة كورونا. وعلى صفحة العلوم والتكنولوجيا لصحيفة النهار نطالع تقارير أبل تحصل على عينات اختبار لتطوير هاتفها القابل للطي.
انتشرت أخبار عدة خلال الأشهر الماضية عن آيفون شركة أبل القابل للطي، ويبدو أن الشركة تعمل بنشاط على تطوير هذا المشروع وفقا لما نشره موقع جيزمو تشاينا. حسب آخر المعلومات فقد تلقت أبل عينات للاختبار، ويقال أن أبل دخلت في شراكة مع بعض الشركات لتوريد نماذج للاختبار من الشاشات القابلة للطي من أجل تطوير الآيفون الجديد. أبرز ما تناولته الصحف في الشأن الصحي، ومن صحيفة الرأي الكويتية نطالع على صفحتها الصحية: وتيرة ارتعاش أشواك كورونا تحدد مدى خطورته. عندما تواجه عائقا لدى قيامك بمحاولة إدخال مفتاح في فتحة قفل، فإن يدك تبدأ تلقائيا في تنفيذ حركة ارتعاشية سريعة نسبيا مع الضغط على المفتاح كي تجعله يتغلب على العائق ويشق طريقه إلى الداخل ليفتح القفل. هذا المثال التوضيحي ينطبق على اكتشاف علمي مهم توصلت إليه دراسة بحثية أمريكية جديدة حول طبيعة آليات حركة فيروس كورونا المستجد خلال محاولاته لاختراق خلايا الجسم البشري. مشاهدينا، ونبقى في الشأن الصحي ونطالع في صحيفة البيان: متى يشكل المصاب بكورونا خطرا على الآخرين؟ أوضحت الخبيرة ناتاليا أن تركيز كوفيد-19 في الجهاز التنفسي العلوي يكون مرتفعا قبل يومين أو ثلاثة أيام من ظهور العلامات المميزة للعدوى مثل السعال أو فقدان حاسة الشم وفقا لروسيا اليوم، ولذا فإن الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد يشكل أكبر خطر على الآخرين. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن أبرز ما تناولته الصحف في الشأن الصحي انضم معنا مباشرة عبر الهاتف دكتور مصطفى السعدي مدير مستشفى الإمام علي عليه السلام. أهلا ومرحبا بك دكتور في طبعة اليوم. يعني بداية، ما هي قراءتكم للوضع الصحي في العراق الخاص بمواجهة كورونا؟ بداية تحية لكم وقنواتكم الكريمة. بداية قدم شكري وتقديري واحترامي إلى جميع أبطال الجيش الأبيض. أمانة الوضع الصحي حاليا ككورونا تحت السيطرة، الأمور طيبة والأمور ممتازة. يعني في مثلا في مستشفى الإمام علي حاليا الرقود فقط 7 مرضى. الناشد أنه الأيام القادمة ممكن تكون أيام خطرة، لذا نشوف أنه أكثر دول العالم بيواجهون موجة ثانية. إن شاء الله ما يكون موجة ثانية بالعراق، بس واقعيا لازم نعتمد على الإجراءات الاحترازية من جميع المواطنين. طيب دكتور مصطفى، في ظل انخفاض درجات الحرارة وحلول فصل الشتاء، هل لديكم مخاوف من زيادة عدد الإصابات؟ علميا نعم لكم مخاوف للموضوع، ممكن نمر بموجة ثانية بسبب نقص درجات الحرارة. احنا راح نكون اعتمادنا بالكامل على المواطن والتزاماته بإجراءات الوقاية من قبل وزارة الصحة. طيب، أغلب المختصين بالشأن الصحي عبروا عن مخاوفهم نتيجة مراقبتهم للوضع العام المتعلق بضعف الالتزام بالإجراءات الوقائية. يعني بالتالي، هل من الممكن أن نشهد إجراءات أكثر حزما للسيطرة على الجائحة؟ يعني أوكي، إحنا اليوم موضوع الإجراءات الأكثر حزما ممكن نرجع لحضرة الجوال السابق، أصور صعب جدا. اليوم إحنا شفنا حضرة الجوال السابق أثر اقتصاديا على جميع مفاصل الدولة، فبالتالي راح نعول فقط على التزام المواطن بإجراءات وزارة الصحة، تباعد اجتماعي، اعتداء الكمامة والكفوف. هاي أهم الأشياء اللي نقلل من أعداد الإصابة مستقبلا. طيب، هل هناك مختبرات خاصة لفحص فيروس كورونا أم لا زال الفحص مركزي فقط؟ لا، احنا في بداية أزمة كورونا في شهر الثالث كان فقط مختبر الصحة المركزي. احنا حاليا عندنا حوالي 26 مختبر في جميع العراق، يعني مختبر في مستشفى الإمام علي، مختبر في مستشفى الكندي، مختبر في مستشفى يرموك، جميع المسحات مجانية. ممكن أي واحد يعاني من أعراض الكورونا يراجع المستشفى ويسوي له مسحة مجانا. طيب دكتور مصطفى، هل تتوفر لديكم معلومات عن طبيعة اللقاح الذي ينوي العراق استيراده أم ما زال ذلك غير معروف؟ يعني هي كل اللقاحات لحد هذه اللحظة تحت الدراسة. ممكن اللقاح اللي وصل مراحل أخيرة هو لقاح شركة فايزر، اللي هو ممكن واحد يأخذ جرعة ورا أسبوعين يأخذ الجرعة الثانية، بس
لازم يكون لازم بتوفر آلية واضحة للقاح وكيفية خزن اللقاح. وزارة الصحة يعني باشرت في التنسيق مع هذه الشركة فايزر، وإن شاء الله حنكون احنا من أوائل البلدان اللي يجيبون اللقاح للعراق. دكتور، توفر اللقاح برأيك سيساهم بالسيطرة على الجائحة، أم أن الالتزام بالإجراءات الوقائية سيبقى هو السبيل الوحيد للقضاء على الفيروس؟ أكيد هو اللقاح، كل فيروس هو الفاكسين، اللقاح مال اللي هو الحل الأمثل للفيروس. فتوفر اللقاح واحد من أهم الحلول للحد من انتشار الفيروس. بس إحنا ممكن نعرف اللقاح ممكن يوفر لنا مناعة 3 إلى 4 أشهر، فبهذه الفترة ممكن تكون وقاية 100%، بس بعد هذه الفترة ممكن نرجع على ارتدائي الكمامات. نعم، دكتور مصطفى السعدي مدير مستشفى الإمام علي عليه السلام، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، إليكم أبرز أخبار الثقافة والفنون، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. وإلى أخبار الثقافة والفنون، نطالع في صحيفة الراية، أنشودة الفن يفتح الآفاق على التشكيل العالمي. يحتضن مركز كتارا للفن بالمؤسسة العامة للحي الثقافي معرض الفن التشكيلي أنشودة الفن، الذي يتضمن لوحات وخطوطا شرقية أصلية لمجموعة من الفنانين العالميين لا سيما من إيران، كما يشارك فيه عدد من الفنانات من المقيمات في قطر ومن كندا وأمريكا وأثيوبيا، إلى جانب فنانة قطرية وفنان من المكسيك. ومن أخبار الفنون والثقافة أيضا نقرأ في صحيفة الأهرام، بإجراءات احترازية مهرجان الشيخ زايد التراثي يفتح بابه للجمهور. بدأ مهرجان الشيخ زايد في استقبال زواره الذين توافدوا للمشاركة في فعالياته الثقافية والترفيهية، وينظم المهرجان الذي انطلقت فعالياته في منطقة الوثبة بأبوظبي وتستمر 3 أشهر بإجراءات احترازية، عددا من الفعاليات والعروض والورش الترفيهية والتعليمية. وأولت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان اهتماما بالأطفال، حيث خصصت لهم الكثير من المناطق والفعاليات التي تمنحهم المتعة في قالب ترفيهي تعليمي. ومن جريدة الرؤية الإماراتية نقرأ، جو بايدن يواجه الحظر من لعبة أنيمال كروسينج. تقترب مغامرات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في العالم الافتراضي للعبة أنيمال كروسينج الشهيرة من النهاية، بموجب شروط ممارسة جديدة أصدرتها الشركة المنتجة للعبة، بعدما أضاف التحديث الأخير لشروط استخدامها بجانب حظر المحتوى المبتذل أو المسيء توجيها ينص على ضرورة الامتناع عن إدخال السياسة في اللعبة. ومن صحيفة اليوم السابع نقرأ، أشهر كذبات الرجال لإنهاء الخلافات الزوجية. كثيرا ما يلجأ الرجال لكذبات بعضها بيضاء لوضع حد لخلافات زوجية وجدالات ليس لديهما ما يكفي من الطاقة للاستمرار بها، وكل رجل يعرف مفاتيح زوجته ونقاط ضعفها التي يمكن أن تشتتها عن المشكلة الأساسية وتجعلها تفرح وتهدأ من غضبها، إلا أن هناك بعض الكذبات الشهيرة التي لا يمكن لأي امرأة مقاومتها مهما كانت غاضبة. مشاهدينا، ونطالع في الشأن الرياضي على موقع آرتي، فيا ريال يفرض التعادل على ريال مدريد في الليغا. سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام مضيفه فيا ريال في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن الجولة 10 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبهذا التعادل رفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في مركز الوصافة،
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق الليغا. ونبقى في شأن الرياضي أيضا ونطالع في القدس العربي، توتنهام يفوز على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة ويتصدر الدوري الإنجليزي. انتصر توتنهام هوتسبير على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبذلك ارتقى توتنهام هوتسبير إلى صدارة الترتيب بعد أن رفع الفريق رصيده للنقطة 20، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 12 في المركز العاشر. مشاهدينا، أبرز ما تناولته الصحف من رسوم كاريكاتيرية بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام الجولة لهذا اليوم، شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.